أدانت الرئاسة العراقية قصف تركيا لمطار السليمانية المدني، وفي بيان لها طالبت الرئاسة الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن شن ضربات على المطار. كما دعت الرئاسة العراقية تركيا إلى التخلي عن نهج ترويع المدنيين والذهاب إلى الحوار ووقف هذه الاعتداءات. وشددت على أنه سيكون هناك موقف حازم في حال تكررت تلك الاعتداءات، على حد وصف البيان. اما الرئيس العراقي بدوره فادان من جانبه قصف المطار في اقليم كردستان حيث يتحصن مقاتلون من حزب العمال الكردستاني حسب ما تقول انقره وشدد الرئيس عبد اللطيف رشيد في بيانه على عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركيه الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الامنين بذريعه وجود قوات مناوئه لها على الاراضي العراقيه